نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين. نعم. هذا أخونا يقول: هل لابد أن يكون طالب علم ذكيا؟ ما شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أمم ولا. أما بعد، يعني ايش يبغى يكون غبي؟ يعني مثلا انا طبعا الذكاء مطلوب عموما، يعني ليس فقط لطلب العلم اصلا. لكن دعنا اولا نقسم الذكاء نوعان: ذكاء فطري خلقي وذكاء مكتسب. اما الذكاء اللي هو الفطري هذا مما يقسمه الله بين العباد، كما قسم ارزاقهم هذا قسم الله عز وجل هذا الذكاء عندهم، فهم يتفاوتون في هذا الذكاء. وهو هذا الذكاء سبحان الله لا علاقة له، ترى قوة الذكاء لا علاقة له بالطلب من عدمه، طلب العلم من عدمه لا، ليس له علاقة. يعني لو يأتينا طالب علم ذكي لكنه لا يطلب العلم، هذا ليس بأحسن من طالب علم دونه في الذكاء لكنه يطلب العلم. طلب العلم نفسه عمل شريف، فهذا يفضل على هذا ولو كان هذا في أصل الذكاء أذكى منه. وضحت الفكرة؟ فما على ليس لها علاقة. هذا مثل الغنى والفقر، لها علاقة بالذكاء؟ ما لها علاقة. تجد ربما إنسان غبيا لكنه غني، وإنسان ذكي لكنه فقير، ما لها علاقة. هذا من الأقدار اللي يقسمها الله، من الأقسام هذا لا دخل الإنسان فيها أبدا، ما دخل. ليس هناك شيء طردي بحيث يقول كلما كان ذكيا يكون هو الأغنى، هو الأرقى، هو الكذا، ما في. وإذا كان العكس بالعكس ما في هذا الكلام. هذه الأقدار شيء، بالعكس أحيانا ربما كان الذكاء الفطري لا ينفع صاحبه إلا لم يكن معه هداية. أنت ترى ناس عباقرة وبروفيسورات وأشياء ثم هم يعبدون غير الله عز وجل ويشركون معه، أين ذكاؤهم ما نفعهم؟ وهذا اللي قالوا فيهم أوتي ذكاء وما أوتي ذكاء. لابد من الهداية مع هذا الذكاء ولا ما يصلح يضل بصاحبه. أحيانا ربما كان الذكاء الزايد الذي يجعل صاحبه يصل إلى حد العجب يجعله يتهور، يتجاسر على دخول علوم لا يحسنها ولا يتقنها ولا يعرفها، فيتكلم فيها ويدخل، وهذا يضر بالعلم حتى الشرعي مثله لو دخل. حتى هذا لو قيل أنه ذكي، ويوجد هذا بعضهم يوصف بالذكاء، تجد سبحان الله خارق حتى ما بين نقابل ناسا يظهر محي الذكاء، الذكاء يظهر على محياه مباشرة من خلال كلامهم وكذا، من طريقة تفكيرهم عجيبة. ومع ذلك هذا ربما لو دخل في العلم يفسده، والسبب أنه يتكل على ذكائه، يقصر في التحصيل، ذكاؤه يخول له، يتكلم في أي شيء، يتجاسر على المسائل، هذا يرديه، هذا ما ينفعه ذكاؤه. وقس هذا النوع الثاني الآن وهو الذكاء المكتسب، هذا اللي يأتي بالدربة ويصير عندك مثل التعلم. أليس التعلم إنما يكتسب العلم يكتسب بالتعلم ولا لا؟ نعم. هذا نوع من الذكاء يكتسب بطرائق كسب الذكاء، مثله مثل تعلم الصبي الإنسان القراءة والكتابة والحروف ثم تعلم الأرقام والحساب، أشياء مكتسبة. هذا تزيد، هذا تنمي عنده الذكاء المكتسب عنده. فهو هذا أنواع من الذكاء تجعله مكتسبا ينميه مع المواظبة وحسن المذاكرة والمراجعة وحسن التعهد والتقييد والحفظ، هذا يجعل هذا النوع من الذكاء أفضل وأفيد بكثير كثير من الذكاء الأول. لا شك أن اجتماع الذكائين ممتاز، فلو جعله الله على ذكاء من الفطري هذا اللي في أصل الخلقة عالي جدا، وهو أيضا هذا ينماه باكتساب المهارات كذا، أوه ممتاز جدا. والحمد لله في الأمة كثير من هؤلاء ولله الحمد.
لكن الذي صراحة يثرب عليه أنه للأسف أنه بعض من يعني تعرف المقابلات الشخصية التي تكون لما تقدم إلى كليات الشريعة أو كليات العلوم الشرعية أو الإسلامية وغيرها في عدد من الجامعات، مما بلغني من الذين قابلوهم لو وجدوه درجاته عالية ممتازة وذكي وكذا يحاولون أن يثنون قراره بدخولها كلية الشريعة، والسبب يقول أنت مثلك ذكي، أنت مثلك كذا، ليش تجي؟ روح هندسة، روح الطب، الناس تحتاجك، الأمة تحتاجك. هذا جهل، هذا جهل عظيم. يعني ما يذهب إلى كل الشريعة إلا الأغبياء ولا كيف؟ ولا من يعني بالضبط؟ ولا الذي درايته متدنية ولا كيف بالضبط؟ هذا غلط كبير. فعلوم الشريعة ولدي تحتاج مش ذكاء، لا ما شيء فوق الذكاء كمان، مو كل واحد يحسنها أصلا. سبحان الله العظيم، يعني هذا شيء مهم. يعني رب أنا 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 مرة واحد من الإخوة الأفاضل وهو كان بروفيسور وعلى مستوى قامة علمية عالية وكان تخصصه فيزياء نووية، جاء مرة عندي لأشرح له قضية الجمع بين الصلاتين، تخيل، والله ودي قعدنا ساعة وما فهم، وهو ثم اعترف بعد ذلك أنه يقول لي، والله يقول لي أنا بروفيسور، وحتى يقول أنه مخترع معادلات في هذا الفن، هذا فنه هو الذي يحسنه وأشياء كذا، يقول عجزت أفهم هذه المسألة، تخيل. قلت له والله وأنا تعبت معك صدق يعني، وهذه مسألة مما تنفهم يعني يفهمها صغار الطلبة. سبحان الله، سبحان الله العظيم، ما في ارتباط، ما في ارتباط بين هذا وهذا. ثم أيضا نحن نستطيع نقول أمرين اثنين مهمين، الأول أصلا طالب العلم سلوكه لطلب العلم هذا ذكاء، هذا ذكاء الحقيقة، لأن هذا عمل شريف، إذا كان عقله دله على بلوغ السير في هذا الطريق والله هذا عين الذكاء، فإنه موفق، وفق في حسن الاختيار. حسن الاختيار على محل الذكاء، ولا ما هي على محل الذكاء؟ صحيح. ولا شك أن من خير ما يطلب في هذه الدنيا هو هذا الطريق، طريق العلم. أمر آخر، طالب علم لو سلك الطريق ترى ليس بالضرورة أن يفهم كل العلوم، فإن بعض العلوم تستعصي على بعض، هذا لا يعني أنه ليس بذكي، لكنه يجب أن يجير ذكاءه في الشيء الذي يحسنه، الذي لا يحسنه يتركه. وكما قيل في بيت الشعر المشهور، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، يعني شيء ما تستطيع ليس أنك غبي، بس سبحان الله ما يتهيأ، ربما كان آية في بعض العلوم يعني يتقنها، لكن علوم آخر ما تستطيع، يجي تحصل في الفقه ما شاء الله يحسن الفهم، لكن تعال في النحو والله في البلاغ والله صبحك الله بالخير، ما عنده شيء، ما يفهم، ما يكاد يجمع. ولهذا بعض طلاب الشريعة كانوا متميزين، لكن لما يجوا عنده بعض القضايا أو بعض العلوم سبحان الله ما يستطيعون شيء، يحولون من الشريعة من أول مستوى عندهم، وهذا كثير من زملائنا كانوا بهذه الطريقة. المقصود أنه شوف هذه القضايا، هذه القضايا في الذكاء أو مسائل أو يسمونه طرائق وشيء، ينبغي تكون مراعاة شيء مهمة في هذا الباب. زد على ذلك ولدي أنه لا ينبغي التعويل على مجرد الذكاء فيكون هذا داعيا أو حاملا على التقصير في المواظبة والطلب، فإن كثير المواظبة، كثير المواظبة وكثير الطلب والمجد في العلم هذا يحصل أكثر بكثير من الذكي اللي هو أقل منه جدي، لأن العلم بالتكسب، العلم بالتعلم وليس بمجرد الذكاء، فمن يكثر التعلم يكثر الكسب من هذا العلم، ومن لا يكثر يبقى على ما هو عليه. ولهذا ربما حصل، ربما كان الأقل ذكاء لكن كثير التحصيل والمواظبة والمذاكرة وحسن التقييد أرفع درجة وأحسن وتمكنا في العلم من هذا الذكي الذي هو أكثر منه، الذي هو أكثر من ذكاء لكن أقل منه في الطلب والعلم، صح ولا لا؟ صحيح. أنت قلت لي في هذا إيش اللي هذا؟ ذكروا عن بعض العلماء أنه قال لتلميذه كنت بليدا فأخرجتك المواظبة على العلم، وهذا تلميذه صار من أئمة العلم. الله أكبر، هذا صحيح، بالمواظبة يحصل للطالب من تحصيل العلم ولو كان أقل ذكاء ما لا يحصل لغير المواظب ولو كان شديد الذكاء. ولهذا يجب أن نفرق من هذه القضية، أنت لما تأتي إلى هذا الطريق لا تجعل الذكاء معول عليه في التحصيل من عدمه، هذا اركنه على جنب وابدأ في التحصيل، فإن هذا العلم، هذا العلم لا يستحق إلا الفحول، هذا العلم لا يستطاع إلا براحة الجسد كما ذكر بعض العلماء، لا يستطاع براحة الجسد وأنت ماشي، يعني هذه أصول يبقى تفهمها حتى تعرف أن القضية قضية تحصيل
تحصيل وطلب. بعض الأئمة كان يذكر في سيرتهم أنهم كانوا مسألة واحدة في اليوم. طب تقول هذا يا أخي ما هو ذكي؟ ما لشي المسألة سهلة، أنت بتقراها في سطر الآن في كتب الفقه، هو ما يحصل لك مسألة؟ يعني هم كانوا أغبياء. مو هو الأمر كذلك، الأمر أنه يعرفون مسألة التراكم، مسائل التراكم تحتاج إلى مراجع، إلى ضبط، إلى إتقان، وأشياء كثيرة هم يفهمون هذه القضايا. أنت ما عندك طريق تمشي فيه على طول، ما في شيء من المراجعة والمذاكرة والمواظبة بالطريق، لا، أنت تحتاج إلى عدد من الآلات التي يعني يحتويها طالب العلم حتى يحصل هذا العلم. والمقصود أنه لا يعول على الذكاء لوحده أبدا، فإن تحصيل العلم متوقف على المواظبة والمذاكرة والجد والاجتهاد والمراجعة، فإن هذا يحصل ما لا يحصله الذكي. مع كثرة الاستعانة بالله يعين الله العبد سبحانه وتعالى، وهو الأول، هذا لا إشكال فيه، هذا الأول لا إشكال فيه، والاستعانة بالله واجب على هذا وعلى الذكي وغير الذكي، لا بد من هذا. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا أحد الأذكياء، هذا عندنا اليوم نتاج علمي لعالم مغربي، هو أحد أذكياء المغرب. اخراج انت ايش الدلال على ذكائه؟ عشان بس يعني حسن اختياره، يتقحم مسائل عويصه، اختياراته لكتب ترى يعني قل من يتقن العمل عليها من المصنفات المخطوطه، طبعا اكثرها على نسخ خطيه وحيده فريده، فيها ما ينازعها من حسن الجوده والوثاق اشياء، مع ذلك ياتي بعد توفيق الله عز وجل يرمم لك المخطوط، اشتغل عليه، يأتي بإفادات عالية وإجادات غالية، وانت ماشي بها الطريقة. هذا أحد نتاجات العلمية، وهو يعد أول مصنف عندنا في السيرة النبوية، وهو ما صار يعرف بمغازي، طبعا طبع بعنوان مغازي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، للإمام الكبير الحافظ الثقة موسى بن عقبة المدني، المتوفى عام 141 الهجرة. متقدم جدا يا ولدي، جدا متقدم. طبعا موسى بن عقبة المدني هو طبعا اللي قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبراني وفقه الله، هو يقول في المقدمة، يقول وبه يكتمل الثالوث المدني عند المغاربة. الثالوث المدني ما هي؟ يقول قراءة نافع مدني، موطى مالك مدني، وموسى بن عقبة جزا الله خير. المقصود أن هذا يعتبر أول كتاب في السيرة النبوية عندنا يصلنا حتى الآن مطبوعا. وأمر ثاني، هو من أصح كتب السيرة كما قال مالك، ويقول أصح كتاب في المغازي كتاب موسى بن عقبة، أو مغازي موسى بن عقبة. وكذلك قال الشافعي، قال أنه عبد صالح وشيء، وأثنى على مغازي، والعلماء يتواردون على الثناء عليه وتوثيقه وبيان مغازي، ومغازي صارت عمدة لمن جاء بعده، فأخذ منها كثير من العلماء من المحدثين الذي أفرغها في كتب السنة وغيرهم، روى له البخاري وغيره يعني، ومسلم وغيرهم كتب السنة، وروى أصحاب السير عنه، فعنده أشياء كثيرة. نحن المغازي لموسى بن عقبة ومكانته مشهورة جدا. بيدنا إيش الآن؟ الإخراج هذا اللي بين يدينا، هذا لأول مرة يطبع عندنا الكتاب من أصل الخط الكبير الموجود حاليا، وهو وحيد فيما بين أيدينا، وهي قطعة نفيسة نادرة، هي 7 أجزاء من أصل 10، يعني باقي 3 أجزاء، يعني لو وجدت كان الكتاب عندنا مكتمل من أول إلى آخره. أسأل الله التيسير، إن شاء الله يوجد بإذن الله كما وجدت هذه. طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد الطبراني، كل كتاب يقف عليه إلا ما يجد لك القصة في المقدمة، وين راح والسوى وجاوة، أشياء قصص يعني في كل واحد. طبعا هذا ذكر في المقدمة قصته وشيء من ذلك. طبعا هذا الكتاب يفرح به جدا، لأنه المعول عليه في كثير من الكتب. هو لما جاء في هذا المجلد، جعل المجلد الأول بالكامل قسم للدراسة، ودراساته الحقيقة مما يحتفى بها جدا. ولهذا لو كان أحد الباحثين والدارسين سار في من ضمن خطته أو دراسته، جاء عنده العلم الذي بحثه الدكتور محمد الطبراني في أحد كتبه أو بتحقيقاته، فكما يقول المصريين دا أمه دا عياله يعني، لأنه سيد مادة غزيرة جدا، ربما كفاه مؤونة كثير من القضايا من تحقيق وتدقيق وتصويب وتعقيب وأشياء ونوادر النقول عنده. قسم كتابه إلى أقسام بعد ما تقدم شيء من ذلك، والنقول وشيء من هذا
هذا بدأ القسم الأول الذي خصصه طبعا مسرد بالتراجم ترجمة للإمام موسى بن عقبة رحمه الله الحافظ، تكلم عنه عن تفاصيل حياته، وهو هذه عادته يأتي بتفاصيل دقائق حياة كل علم يتتبعها من المرويات والنقول وشيء من ذلك من كتب الطبقات والتراجم والأسانيد والإجازات وما نقل عنه في ثنايا كذا أو نقل عنه هنا وهناك. ثم بعد ذلك جاء يتكلم عن رحلاته للعلم، طلبه للعلم، من تلقى عليه، ويتتبع حتى بالمواضع وبالتواريخ حتى بالأيام إن وجد شيء يفيده بذلك. لما جاء عند أشياخه مثلا يعني ذكر استقصى قائمة مطولة ذكر 90 شيخا له، يقول لا لم أقف على أطول منها فيما بين يدي، هو يقول عن نفسه. ولما جاء عند تلاميذه فعل النفس، وكل واحد يتحقق منه وفأين روايته شيء، يعني ما شاء الله مادة غزيرة في هذا الباب وفقه الله. ثم قس على ذلك الحيثيات العلمية التي يتكلم عنها في إضاءة سيرة العلم حتى يقف عليها الطالب أو الباحث أو الناظر في هذه القضية. شو هذه كلها العناصر لتغطية جوانب السيرة، سيرة موسى بن عقبة رحمه الله وما يحتاج إليه، وفيها ما تفاصيل التفاصيل. بعد ذلك خص الكلام عن كتابه، هذا الكتاب وما يتعلق به، كان من أول ما بدأ به المصنفات التي كتبت في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدود القرن الرابع ترتيبا بالتاريخ، كل واحد كذا كذا مع إفادات فيها يعني معلومات عنها وشيء من ذلك وفقه الله. والحقيقة المسرد رائع جدا، مسرد رائع جدا فيه إفادات عالية، وحتى يأتي أحيانا بأجزاء كذا مصورات للدلالة ويفيدك بمواضعها وأشياء. بعد ذلك يتكلم عن قضايا مهمة في الكتاب، منهج الكتاب، مصادر الكتاب، طريقته، ما تفرد به الكتاب، أشياء يقول من الأشياء العجيبة في الكتاب أن فيه فوائد عظيمة حتى أنه أفردها، شوف أثر النسخة في تأسيس العلم وتأكيده، وهذه قضايا استنبطها واستخرجها من هذا الكتاب. يعني مثلا هناك قضايا مجملة عند علماء السير، من كتب في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدها بالتفصيل بذكر الاسم بذكر الموقع اليوم التاريخ عنده هنا في مغازي موسى بن عقبة. يقول بعض من نقل عن موسى بن عقبة وجدنا الخلل في المنقول عنه، وإلا في النسخة فالبيان الصواب على من كلام موسى بن عقبة. قس على هذه كلها إفادات نستنبطها، هذه ما تأتي بسهولة ولدي، لابد من المقارنة والمراجعة والمطابقة، من نقل شوف النقول، هذه يبغى لها كد طويل، ولهذا كل عمل منه من ما يخرج يبقى سنوات عنده وفقه الله. بعد ذلك هذا شوف عقد أثر الكتاب في حركة العلم، ماذا أضاف هذا الكتاب لعلم المغازي ومن جاء بعده ومن نقل منه. ثم بعد ذلك تكلم عن النسخة الخطية، والنسخة الخطية قد تكلم عنها بالتفصيل الطويل، وأنها أصلا نسخة شامية، وأنها كتبت في القرن يقول أواخر القرن الخامس تقريبا أو شيء من ذلك، وبدأ يتكلم عنها تفصيلا بأجزائها بكل فيها، وهذا هو مشجر لسند النسخة التي وجدها، هذا هو المشجر بين أيدينا، والكلام عنه طويل في أجزائه وأحواله وفقه الله. ويعني لكن بصراحة أنا كان ودي، والشيخ مكان للإفادة، شوف يا ولدي هذا نماذج من مما في النسخة، شوف مقاطع فلنا أجزاء 7 أجزاء مقاطع وأنت ماشي يشرح لك إفادات، مثلا هنا قد يقول يعتني بالتشكيل أحيانا يتركه شيء من ذلك. أنا كان ودي بس بوقوف هنا العنوان، يعني مثلا هو ذكر هذا، ذكر أنه يعني مثلا إضافة لفظ سيدنا، هذا على غير المعهود في كتب المتقدمين، مع أنه أحاله على النسخة، يقول وجدت أنه في الجزء السادس وقد وضع صورة الجزء السادس ها هنا، وأنا وقفت عنده بالعاني، هذه الجزء السادس مكتوبة لفظ سيدنا كما هي، شوفها الجزء السادس من مغازي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحت؟ فهو قال وهي النسخة الخطية الوحيدة، وما في والأصل أن ما في النسخة الخطية يقدم حتى على ما في كتب التراجم والطبقات ممن ذكروا أن له المغازي، يعني مغازي موسى بن عقبة. جميل، لكن ليت وقف عند هذه النقطة بالذات، وهي نقطة أن هذا على غير المألوف في كتب المتقدمين، هذا 1. 2 مغازي سيدنا محمد رسول الله إن شاء الله تدارك في الطبعة الثانية، الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، المجلد الأول بالكامل هذا إفاضة في الدراسة للموضوع والمؤلف والمؤلف، وأما الثاني والثالث فهو الكتاب الأصل عندنا، والكتاب من مطبوعات ومنشورات البشير بن عطية بفاس. مذكرنا برواية ابن أخيه، هل له رواية أخرى؟ أيوة هذا طبعا نعم، هذا برواية طبعا ابن أخيه، طبعا هذا برواية ابن أخيه
أحسنت. هذا الرواية طبعا هي لأن انتشرت عن ابن أخيه إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة المطرقي. طبعا هو انتشرت هذه الرواية عنه وهي التي نقلت يمين شمال. ذكر سند الرواية عنه ومن روى من طريق ابن أخي هذا، وأكثر من نقل مغازي موسى بن عقبة ترى من هذه الطريق وفقه الله. هذا كله فيه تفصيلا في المقدمة. هذا كتاب أيضا كتاب حفيل، وهو ذكر مرارا أنه مفقود حتى وقف عليه وفقه الله في نسخة خطية فريدة وأخرج عليها الكتاب. الكتاب يعد من كتب المتقدمة في شرح أسماء الله عز وجل، في لكنه يطرق على طريقة هو هذا من مسميات أهل اللغة، لكنه طرقها مؤلفه على طريقة أهل الحديث وصناعة أهل الحديث، ولهذا يروي الآثار في الكتاب مسندة على طريقة أهل الحديث، ويبين معاني أسماء الله أيضا على طريقة أهل الأثر في بيان المعاني مجانبا لأهل الكلام. الكتاب بعنوان اشتقاق أسماء الله جل وعز. أما الكتاب، أما المؤلف فهو أبو جعفر النحاس الإمام اللغوي الكبير أحمد بن محمد النحاس المصري المتوفى عام 338 للهجرة، ويعد متقدما. طبعا أبو جعفر النحاس هذا في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبراني، وهو الذي قام على تحقيقه وفقه الله، أتى بتفاصيل الكلام عن أبي جعفر النحاس، وأتى بإفادات عاليات حتى أنه تتبع مصنفاته. وهذا الأول أبو جعفر النحاس وترجمته، قلت لك الذي يقع في بحثه ترجم لأحد العلماء ممن كتب فيه الشيخ محمد الطبراني، هذا يا سعد بمعنى الكلمة أم دعياله. شوف هذه كلها إفادات عاليات في ترجمة الإمام أبو جعفر النحاس. ثم لما جاء مؤلفاته إن شاء الله يطلع معنا، شوف ولدي أقول لك الإفادات كيف يأتي بكتبه المطبوعة والمنسوبة إليه. ها الآن يأتي بنماذج بالكتب المخطوطة له، وحتى بعض المطبوع الذي فيه نقص أو يحتاج إلى تصويب. شوف هذا الآن أنت، هذا ما ليس اللي يشتغل عليه النسخة، هذا إفادات لأجل المعلومات التي يؤكدها أو يستدركها أو يتعقبها أو شيء من ذلك. تخيل هذه كلها بهذه الطريقة يأتي لك، جزاه الله خير. أنا أظن عنده مكتبة مخطوطات الله يعطيه العافية، ما شاء الله توازي المطبوعات التي عنده. ثم بعد ذلك هذه ما يتكلم، بعدما تكلم إفادة عن أبي جعفر النحاس جاء الكلام على موضوع الاشتقاق وكيف طرقه أهل العلم وما يوازي هذا الكتاب من التأليف في هذا الباب وهذا المجال، وهو القسم الثاني مدخل للكتاب الاشتقاق هذا، وتكلم عنه بهذا عنوان الكتاب وما يحتاج إليه، كل القضايا العلمية مما يحتاج إليه الكتاب، عنوانه طريقته منهجه مصدره، بعض القضايا فيه استدراكات تعقيبات الإفادات العالية في الكتاب، لكن قدم بها في موضوع من صنف في قضايا الاشتقاق، اشتقاق اسم الله عز وجل، وذكرها هنا وذكر كل واحد ما فيها وفقه الله. ثم ذكر بعض القضايا، الحين هو الآن عندك أمور مهمة ثابتة في كل ما يترجمه، الترجمة المعبة عن العلم، ثم الترجمة، ثم الكلام عن المؤلف. وضحت الفكرة؟ إيش بقي؟ بقي أن كل علم أو كل كتاب له خصوصية في قضايا معينة، مسائل معينة، هذه جدا يعتني بها. مثلا ابن حزم لما نقد كتاب أبو جعفر النحاس، ها قال له تعال، هذا الآن موازنة، دراسة موازنة بين نقد ابن حزم وكتاب الاشتقاق لأبي جعفر النحاس، وبدأ يتكلم عن هذه القضايا تفصيلا حتى وصل فيها إلى محاكمة بينهما وفقه الله، والكتاب حقق هذه النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب. ثم خدم الخدمة العلمية، وخدمته العلمية جزاء الله خير هذه طبعا مش هذه النسخة الخطية، هذا طبعا عنوان الكتاب واسمه دلائل ومدريش، وثم بعد ذلك من نقل عنه والاستفادة منه وين راح، وهذا هو الكتاب، والكتاب من كتب الإسناد، يعني لا ينبغي الغفلة عنه، وخاصة أنه يحتاج إليه. أخواننا في مركز في معهد الشاطبي أصحاب موسوعة التفسير المأثور أنا أظن سيحتاجون إلى قراءتي واستخراج ما فيه من الفوائد. وهذه الخدمة العلمية العالية، والشيخ في تفاصيل ما يصنعه في حواشيه يذكرها في آخر قسم الدراسة، فإنه يتعنى كثيرا لقضايا دقيقة جدا من تعقبات واستدراكات وأشياء، يعني لأجل التفصيل حتى يكون الإنسان يقول أكثر ما أتعبه في الكتاب الحكم على أسانيده. الله يعطيك العافية، نحن الدكتور نبغى يتعب، الله يعطي العافية صراحة، مثله مفيد، وإذا تعب فهو يريحنا، يعني الله يعطي العافية، فجزاء الله خير. فهذه الإضافات طبعا لما انتهى من الكتاب اللي هو الكتاب الأصل، كتاب أبو جعفر النحاس، أتى بأول ملحق، وهذا الملحق الظاهر أنه ملحق موجود في الأصل الخطي الذي موجود،
ويعني أنا ما أدري وجه التحاقي به، هل هو لأبي جعفر نفسه؟ لكن ما ظنيت. ثم ملحق ثاني فيه مناقل الدراسة. مناقل الدراسة هذا اللي هي مصادر ومراجع الدراسة. طبعا الشيخ ولدي ما شاء الله يستعمل اللغة البليغة العالية، حتى أنا أتعب معه لما يبقى تقرأ بشويش عشان تفهم. والشيء الثاني يستعمل يعني الكلمات وكذا على غير المحود في الدراسات، وحتى تقول أحيانا من فين جبت اللغة؟ تحتاج معجم جنبك يعني حتى تكشف على بعض الأشياء. الله يعطيه العافية، لكن ما شاء الله تبارك الله صاحب قلم عالي الله يرضى عليه. وعاد الفوائد على الفهارس على التفصيلية، الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات مركز البحوث والتواصل المعرفي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو كتاب حفيد، هذا عاد ندى عن أعماله الأخرى، لأنه الوحيد الذي فيما بين يدينا أخرجه على 5 نسخ، 3 منها نسخ أصلية الأصل للكتاب ونسخة مختصر للكتاب، وهذا على غير المحود. طبعا هذا ريحه خلاه يرتاح القصد. هذا كتاب يعد أول كتاب عندنا لأهل الأندلس في عد الآي، وعلم عد الآي من العلوم المعروفة في علوم القرآن، والكلام فيه والكتابة والتصانيف كثيرة جدا، والمشارقة كتبهم في هذا الباب كثيرة. الذي معنا كتاب لأصل مشرقي، صاحب مشرق أصل، لكنه انتقل وعاش في القرطبة وفلانتس إلى أن مات فيها. وهذا الكتاب بعنوان كتاب عدد آي القرآن المكي والمدنيين والكوفي والبصري والشامي المتفق عليه والمختلف فيه، لأبي الحسن علي بن محمد بن إسماعيل ابن بشر التميمي الأنطاكي المتوفى عام 377 الهجرة. وأبو الحسن الأنطاكي هذا أصل ولده في أنطاكيا، ثم انتقل إلى مصر ثم دمشق ورحل الحج وثما ثم ذهب إلى قرطب باستدعاء من الخليفة الأموي وقتها، وعاش في قرطب وظل هناك وألف الكتاب هناك، وعنه أخذ الكتاب فنقل علم المشارقة إلى هناك وبدأ، وله عدد من المصنفات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبراني قام وأخرج الكتاب، دراسة أبو الحسن الأنطاكي وما أضافه في كتابه، وعرج إلى أمور كثيرة من الفوائد في هذا الكتاب. الحقيقة أحيانا المقدمات هو شوف، تذكر ودي ذكرنا مسألة طولة المقدمات والدراسة في المقدمة، أحيانا طول الدراسة بعض الدراسات الطول التي فيها مقدمات التحقيق ما تضيف لك إضافة الحقيقة، لكن بعضها مات يعني كتابات الشيخ الله يعطيه العافية والله يوفقه، ويعني هو يعلم محبتنا له والله يعطيه العافية، جعل مسردا. أيوة شوف هذا أنا كنت أبغاها أول ما عد، جعل مسردا تاريخيا بالمصنفات التي كتبت مفردة في موضوع، طبعا هو عارض قضية عد الآية ومعناه والمراد به، هذا قضايا معينة والخلاف فيه والمؤلفات فيها، هذه المؤلفة سردها تاريخيا من أول مواقف عليه، وعنده إضافات وإفادات فيها ويعطيك بعض الإشارات. ثم بعد ذلك وفقه الله، يعني أنا كنت أتمنى بس أحيانا أنه يذكر رأيه في المطبوع من هذه الكتب، فرأيه مقدر ومقدم على رأي غيري بحكم أنه يعالج الكتب معالجة ممتازة. ثم بعد ذلك ترجم للعالم ترجمة ممتازة أبو الحسن الأنطاكي، بعد ذلك أسانيده والكلام عليه، ثم كلامه على الكتاب، هذا كلامه على الكتاب اللي هو المؤلف، عنوانه تاريخ تصنيفه منهجه مصادره والكلام عليه، وقس على هذا وهل وصل تاما، وهذه النسخ الخطية ثلاث منها للأصل واثنتان للمختصر وتكلم عنها تفصيلا، وهذه نماذج من الصور الخطية وفقه الله التي اشتغل عليها وأخرج عليها الكتاب، وكل واحد تفاصيلها موجودة في أصل المقدمة، وهذا أصل الكتاب، وهو تكلم عن كيف استعمل هذه العلامات. الكتاب مشكول، وهذا يقول كتاب أتعبه جدا وفيها تفاريق وأشياء زي ما كما ترى، هو حتى يقول يعني أضافا لمسة علمية من حيث الترجيح وأشياء وتعقباته، ومن تعقب أبو الحسن الأنطاكي وشيء جزاه الله خير الله يعطيه العافية. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا هذا حقق على نسخة خطية فريدة، وهو أما المؤلف فهو له به عناية قديمة، وسبق أن عرفنا بكتاب علل الفلاس الذي طبع أيضا في مجلد ضخم من إصدارات مركز إحسان الدراسات النبوية أو دراسات السنة النبوية، وتكلمنا عليه تفصيلا، والشيخ الدكتور محمد الطبراني مما أخرجه واعتنى بإخراجه. أبو عمرو الفلاس نفسه صاحب العلل، أبو حفص جلال، أبو عمرو هو عمرو هذا لا الفلاس هو عمرو، اسمه عمرو بس لكنه أبو حفص، لا أي أبو حفص الفلاس، لأبي حفص الفلاس، أبو حفص الفلاس هو نفسه هو صاحب الكتاب الأول،
وهو هذا ألف كتاب التاريخ. التاريخ إذا أطلق ولد عند المتقدمين فالمراد به ترى المعلومات اليسيرة فيما تروقونه، يعني مثلا تكلم أو عن السيرة النبوية مختصرات تجدها مثل رؤوس الأقلام كذا، ثم تكلم عن الخلفاء الراشدين وعهودهم، ثم الدولة الأموية وانت ماشي، ثم بعد ذلك بدأ يفصل الكلام في على الرواة، لكن ركز على أهل البصرة والكوفة، أهل البصرة لأنه بصري هو، فركز جدا على أهل البصرة، وهو أصلا يعول كثيرا. طبعا هو يعد من أميز التلاميذ يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، حتى أنه عبد الرحمن مهدي كان يحتفي به وكان هو معروفا به. ثم قس على هذا وهو أبو حفص الفلاس رحمة الله عليه في هذا الكتاب على هذا المنوال. الكتاب طبعا نسخة خطية لكنها يقول في غاية السقم، وإن كانت متقدمة يعني هي نفيسة من هذا الوجه، وأيضا يقول ما هذا، يقول ما جعلني أتركها لأجل نفاستها وما فيها من العلوم وهي نادرة الوجوب شيء من ذلك، فأخرجه وحق عليه كتاب. خلينا الكتاب، الكتاب بعنوان كتاب التاريخ لأبي حفص الفلاس عمرو بن علي بن بحر السقاء المصري، متوفى عام 249 الهجرة، متقدم. طبعا من أكثر من نقل منه تلميذه البخاري في كتبه التاريخ، ابن جرير الطبري في تاريخه من تلاميذه، وتلاميذه كثر أئمة كبار يعني نقلوا منه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبراني قام بالكتاب وقدم له بمقدمة دراسة ضافية وفيها الكلام على الفلاس، وأطال تفاصيل الكلام على الفلاس يعني كثيرة جدا، وفقه الله. أنا بصراحة ما أدري لماذا عاد ما في الكلام هناك، لكن جانب الناحية التاريخية يعتني الشيخ يعتني جدا بموضوع شيوخ المؤلف وتلاميذ المؤلف وتتبعهم في الكتاب إذا كان يروي، أو في ما جاء بعده واستفاد منه وشيء من ذلك، ويعطي إفادات معينة، حتى يأتي ببعض الشيوخ ويقول ما عرفت له ترجمة وما عرفته أو شيء من ذلك من باب الإفادة. هذه قضايا إفادية عالية جدا في قضايا الترجمة، وين راحت من هذه؟ ثم بعد ذلك وفقه الله، أيها هذه الإفادات العالية فيما يتعلق بالفارس، ترجمة للفلاس رحمه الله المحدث الكبير الحافظ، ثم بعد ذلك يتكلم عن تاريخه ويعني شيء من الإفادات حول تسمية الكتاب ونوعه طريقته منهجه مصادره ومن مزايا ما فيه أيضا. هذا مثل طريقة أبو الحسن الأنطاكي وغيره، النقل عن كتب مفقودة غير موجودة حتى الآن، كتب عالية ونفيسة للأئمة فيه نقول يتفرد بها تماما، هذه ترى ميزة طباعة الكتب الأولى المتقدمة، لأن هي أصول العلم اللي انجمع عليها العلم فيما يأتي بعدها، ثم بعد ذلك يستفيد منها من جاء بعدها من الأئمة ويقولون عنها يضيفون، ولا هي الأصول عندنا. بعد ذلك يأتي إلى منهج الكتاب وخصائص ما في الكتاب وقيمته العلمية عند أهل، ورواية الكتاب في المغرب، وحتى هو ذكر روايته لهذا الحديث، ذكر إسناده وعمن يروي هذا الكتاب وفقه الله، ثم النسخ الخطية التي عالجها وتعب معها وكيف فعل، ثم الكتاب، والكتاب بخدماته العلمية كما ترى وإفاداته العالية، هذا مليء بالأعلام، الكتب إذا صارت مليئة بالأعلام هذه مظنة الزلال والخطأ، يحتاج إلى عالم متمكن له بصر بالأعلام وطريقة أو معرفة الأنساب والروايات وشيء من ذلك، والشيخ أهل لذلك وفقه الله، والكتاب كما ترى مطبوع في مجلد كبير وضخم من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. أستاذنا الشيخ من داخله، نعم، معنا الدكتور محمد الطبراني عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، حياك الله دكتور محمد. حياكم الله وجزاكم الله كل خير، وأراني عاجزا عن كفاء هذا الثناء العاطر من فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن سالم الرطاطي وقرة عينه الأستاذ سيدي عبد الوهاب الرطاطي، بارك الله فيكم. مرحبا بكم دكتور محمد، والوالد يعني يثني على جهدكم وألفاتك كثيرا تحقيقها وحسن المقدمات لها، لو تحدثنا يعني كيف تنتقي هذه النسخ الفريدة من بين المخطوطات الكثيرة، يعني هل خاص مجال النشر عندكم بمجال السنة النبوية أو فقط في علوم القرآن والسنة، كيف تنتقون هذه المخطوطات ويعني وكم عدد لكم من الإصدارات حتى الآن؟ بارك الله فيكم الأستاذ الكريم، رحم الله أبا حفص الفلاس، فإنه سك عبارة لا وزان لقدرها وهي قوله السماع رزق، وأظن أن كثيرا من هذه الأعلاق النفيسة التي سيقت إلي إنما هي رزق
ساقه الله عز وجل. صحيح. لكن البحث عنها والتنقيب عن أضرابها هو هجيرايا منذ غيسان الصبا، وذلك أن الله تبارك وتعالى أناف علي بفضله العميم، ما شاء الله. فجعلني أتذوق كلام الأئمة المتقدمين، ولذلك لو أن ثمة مئات من المخطوطات وفيها جزء لمتقدم حتى ولو كان عاريا عن دفتيه دون عنوان، صحيح، لما عسر علي أن أستشف تقدمه إن من خلال الأسانيد أو من خلال العبارات المسكوكة التي يمكن أن ترجع بها إلى القرون الأولى المتقدمة. وحادي الحادي في اختيار ما أختاره هو أن يكون متقدما أولا، وأن يكون ذا غناء في رفج علوم القرآن والسنة النبوية، وأن يكون من الأصول التي يعتمد عليها في كبار العلم، لأن تسويد الورق يسير ولكن تأسيس العلم عسر، يعرف ذلك أولو العلم. صحيح. بارك الله فيه. ولذلك يا شيخ محمد، شيخ محمد مساك الله بالخير. مرحبا شيخنا الكريم، بارك الله فيك أستاذنا عزيز. أولا نحن سعداء جدا بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، وأنت قامة علمية وأنا من زمان أنتظر هذه المداخلة. الله يعطيك العافية وشكر الله لك القبول، بارك الله فيك. ما ذكرت لنا يا شيخ كم إصدار لك حتى الآن؟ نحو هو قرابة 15 كتابا، منها كتابان وهما قيد الطبع، وهاته بشرى أزفها في برنامجكم الحفيظ. طيب طيب الذي يتشوف إليه الجنة من العلماء. يا شيخ محمد البشرة خليها على آخر المداخلة، خلينا ندردش نحن وانت. لماذا الشيخ محمد لا يؤلف؟ كل أعمالك تحقيقات. والله سيدي أنا أجد نفسي أصغر من أن أؤلف، ولذلك أعد نفسي تلميذا للكبار المتقدمين، فإذا قدمت كتبهم فذلك قمن بحالي، وأظن أن هذا أظن أكبر من التأليف، لأن العثور على هذه الأصول المفقودة وتقديمها للناس على ما فيه من عنة ونصب أظنه إن شاء الله أشد تأثيرا في حركة العلم. جميل جميل. من الدراسة، وإن كانت هذه التقديمات تستروح نفس الدراسة والنقد والمقارنة. أحسنت، صحيح، ومقدماتك ما شاء الله للتحقيق وكأنها دراسات ما شاء الله منفصلة، لأنه ما شاء الله بعضها 300 صفحة وبعضها حولها قريب منه شيء من ذلك. أنت ذكرت أنه عندك شيخ مثل المشروع لتتبع أظن مصنفات شيوخ الإمام البخاري أو شيء من ذلك، هل هذا فهمي صحيح ولا لا يا شيخ؟ سيدي نعم أصبتم بارك الله فيكم. جميل. هذا ليس مشروعا بالمعنى الدقيق. نعم. لكنه ما تهفو إليه النفس. ما شاء. فإن التلبس بصرائع علماء القرن الثالث. نعم. من ساداتنا المحدثين. صحيح. وكبار النقدة يطمع أمثالي في تقفي آثارهم لما فيها من بيان نصاعة السنة النبوية الغراء، ولما فيها من تأسيس العلم، ولما فيها من حل إشكالات. جميل. كثيرة كثيرة، ولا سيما في الرد على المستشرقين الذين يزعمون أن التأليف. صحيح. في السنة طفرة ليس لها سابقة وليس لها تهيئة وتقديمة. وأنا أقول دائما إن التأليف عند الإمام البخاري. نعم. وصل الذروة لأنه وجد مشيخة حفيلة جليلة. صحيح. تمرست بأساليب التصنيف. أحسنت. طيب يا شيخ محمد أيضا أنت لك ترجمة موعبة للزيات، قل سوف تفردها، اللي هو الزيات صاحب السلاتين إن شاء الله المعرب الوافي. الدراسة مطولة فيها تفاصيل الحيثيات بحيث لا يكون لها نظير. أولا يا شيخ لماذا خصص ابن الزيات بذلك؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أين وصلت هذه الدراسة؟ إلى أين وصلت؟ سيدي هذه الدراسة ماثلة للنهاية، لكن ورود كثير من المعلومات شيئا فشيئا يجعلني أتأنى بإخراجها، وإنما أغراني بدراسة هذا الرجل. نعم. أنه مثال
للفيف من علماء الأندلس استشعروا نهايتها. ولذلك كانت آثارهم تعبر عن هذه الحسرة التي سبقت سقوط الأندلس. ولا شك أنه كان يشتغل أيضا بالسفارة بين ملوك العدوة الأندلسية وملوك رجل يجمع في عيبة واحدة بين العلم وبين الإحساس السياسي العالي بما انتهى إليه أمر الويلات الأندلس المتشرذمة. جميل جميل. طيب يا شيخ محمد والله ترى الحديث معك مات، أنا ما ودي حتى أقطع لهذا، لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة إن شاء الله، عطنا البشائر الآن. حتى 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 لا أخرج من عهدتي الوفاء للجهات التي تطبع، فإنني أسمي الكتب فقط. أي تمام تمام، هذا نبغاه. نعم انتهي الحمد لله، نحن على وشك الانتهاء من طبع كتاب باذخ في تعليل قراءة نافع، وهو أوعب كتاب في هذا الفن، وهو كتاب إيجاز البيان عن قراءة نافع أبي عبد الرحمن لشيخ المقارئ الأندلسية وهو أبو عمرو الداني الصيرفي. ما شاء الله ما شاء الله، في مجلدين، وهذا الكتاب أعنتني غاية لأنه لا تعرف له نسخة تامة سليمة، وقد مكثت أكثر من 10 سنوات أتتبع أوراق هذا السفر ورقة ورقة وجزءا جزءا حتى لفقت بين 14 قطعة وخرجت بها الكتاب إن شاء الله، وهذا فتح كبير للمشتغلين بالقراءة. والثاني هذا كتاب كان في عداد الغيب وفي عداد المفقود، حتى إنه لم يسمى أبدا في كتب الطبقات والسير والرجال، وهو كتاب مناقب عمر بن عبد العزيز لأبي جعفر أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشجين المهري المصري، وقد توفي سنة 93 و200، وهذا مما لم يعرف قبلي بحمد الله والفضل. هذا لله هذا جميل. هذا غير الكتاب الذي طبعته في مركز الملك فيصل؟ لا، لكن هذا أجود لأن فائدته أن نصوصه مسندة كلها، وفيه أفراد وغرائب وطرق تعرف في هذا الكتاب لأول مرة، وقد خلت منها الكتب قبله. ما شاء الله جميل، أحسنت، بارك الله فيك. وهو في مجلد وسط، في مجلد وسط بارك الله، وقد خرجته وأعددته للنشر، وقريبا إن شاء الله سيسفر وجهه أمام بيض الله بيض الله وجهك الكرام. نشكرك دكتور محمد الطبراني على هذه المداخلة الكريمة. كان معنا الدكتور محمد الطبراني عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، نشكره على هذه المداخلة. نختم شيخنا بكتاب ابن الزيات، هذا سلمك الله، كتاب في سيرة عمر بن عبد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. شوف كتابه سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، اللي مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري، لكن كشف عنه وتكلم عنه عن المخطوط وشيء من ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبراني، وفقه الله، والكتاب من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية البحوث والدراسات الإسلامية. وهذا الكتاب قدم طبعا بأهمية الكتاب وما فيه من مزايا، لأنه المؤلف ما عرفه مع أنه حاول يقارب، شوف حاول يقارب ويستخرج إلى الحافة. طبعا هذه طريقة كتابته في النسخة الخطية إلى بعض النماذج منها، ثم طبعا هذا الكتاب هذه نماذج الكتاب، وهذا الخدمة العلمية في النصوص التي مذكورها هنا وخدمته العلمية. الشيخ طبعا هذا يعتبر مقدمة هذا الكتاب من أقصر المقدمات التي كتبها على كل أبحاثه، الله يعطيه العافية، يعني على غير المعهود، الله يرضى عليه. الكتاب من إصدارات مركز الملك فيصل وفقهم الله، هذا عندنا فيما بين أيدينا الأخير للشيخ الدكتور محمد الطبراني وفقه الله، وهو الكتاب ابن الزيات، سماه المأرب الوافي والمشرع الصافي. هذا كتاب في مشيختي، شوف وهو قصيد انتظم برنامج مشايخي ومروياته ومؤلفاته ووصية ولده وجملا من أصول العلم تتخلل كل ذلك. لمن؟ قال للإمام العلامة أبي جعفر أحمد بن الحسن ابن الزيات الكلاعي المالقي المتوفى عام 728 الهجرة، وهو الذي قلت قبل سألت المفرد الترجمة الموعبة ستكون له إن شاء الله هذه، لأنه له أحوال له أشياء وله عدد من الكتب. الغريب أنه يقول لا يعرف شيء، هذا من أوائل كتبه، وهو كتاب في مجلد نظم كله أخونا الشيخ الدكتور محمد الطبراني قدم بترجمة ممتازة
نوعا ما تعتبر مختصرة للي قادم، وتكلم عن الأصل، وهذا هو النظم كاملا، وهي ألفية تقريبا، ألفية كان يضع لها العناوين هو نفسه المؤلف ثم يتكلم عنها، فيها مشيخته وماذا قرأ عليهم، هذا من عناوينه هو وليس من عناوين المحقق، ثم بعد ذلك في المخطوط، ثم هذا كلامه وإفاداته، والكتاب في مجلد من إصدارات دار الحديث الكتانية بالمغرب، وفقهم الله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.